بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المتمسكين بسنته والسائرين على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوعنا كما سمعتم مفهوم العبادة، موضوع مهم يهم كل مسلم، لأن العبادة هي التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لم يخلق الخلق من أجل أن يتقوى بهم أو أن ينتفع منهم، لأنه غني عنهم وغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أحد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإنما خلقهم ليعبدوه، ومصلحة العبادة راجعة إليهم، وإلا فلو كفر الجن والإنس وكل الخلق فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا ولا يضره شيئا سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن فمصلحة العبادة راجعة إلى العباد. إذا عبدوا الله حق عبادته أدخلهم جنته وأكرمهم في الدنيا والآخرة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن فمصلحة العبادة ومنفعتها راجعة إلى العباد، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة هي الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس، كما سمعتم في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى هي التي أرسل بها رسله لبيانها للخلق
لأنه لا سبيل للخلق إلى أن يعرفوا هذه العبادة المطلوبة منهم إلا بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بعث الله الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، ويبينون لهم العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه أول ما يبدأ: يا قوم اعبدوا الله. قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، وقالها إبراهيم، وقالها كل رسول إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه أول ما طلب من الناس وأول ما أمر الناس بالعبادة، بعبادة الله وحده لا شريك له. وعبادة الله هي أول الحقوق الواجبة على المخلوق. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم. قال العلماء: هذه الآية هي آية الحقوق العشرة. إذا قيل لك: ما هي آية الحقوق العشرة؟ فإنك تقول: هي هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره، لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق بدأها بحقه سبحانه وتعالى. واعبدوا الله، وثنى بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، ثم جاء حق القرابة، ثم حق الجيران، ثم حق اليتامى، حق اليتامى والمساكين، حق الجيران، حق المماليك. هذه الحقوق العشرة الواجبة على العبد. كل عبد منا فإنه مطالب بعبادة الله عز وجل وبما يستطيع من هذه الحقوق العشرة. الشاهد من الآية أن الله بدأ بالعبادة، وهي حقه سبحانه وتعالى على عباده. فمن لم يعبد الله كان مستكبرا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي لا يعبد الله عز وجل يكون مستكبرا، والمستكبر في جهنم داره ومثواه. ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، لا تنفعه عبادته لله عز وجل. ولهذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصلح إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. أما إذا خالطها شيء من الشرك فإنه يبطلها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن عبد الله ولم يشرك به لكنه عبده على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبتدع، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة
إلا إذا كانت على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانت عبادة مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانت عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي من بنات الأفكار والعقول وإملاء الشياطين، فإنها تكون عبادة مردودة، مردودة على صاحبها لا تقبل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. إذن فالعبادة التي أمرنا بها ووجبت علينا لا تكون عبادة صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها أي شائبة من الشرك الأكبر أو الأصغر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما إذا كان فيها شرك فهي عبادة حابطة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يبطل الأعمال كلها ويحبطها، والمشرك يكون خالدا مخلدا في النار، حرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مهما أتعب الإنسان نفسه بالعبادة والصلاة والصيام والحج وسائر الأعمال، إذا لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل من الشرك فإنها تكون عبادة باطلة وتعبا بلا فائدة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لماذا؟ لأنها تعبد الله على غير صواب، تعبد الله على غير شريعته، فعبادتها باطلة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دل هذا على أن لهم أعمالا، حبطت أعمالهم دل على أن لهم أعمالا لكنها أعمال حابطة باطلة. لماذا؟ لأنها لم تكن على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، إما بأن تكون عبادة شركية وأعمالا شركية، وإما أن تكون أعمالا وعبادة على غير هدى وعلى غير صواب، فتكون عبادة مردودة على صاحبها. وهذا مما يوجب علينا يا عباد الله أن نعرف التوحيد تمام المعرفة، وأن نعرف الشرك تمام المعرفة، حتى نحقق التوحيد وحتى نتجنب الشرك. فإن الذي لا يعرف الشيء يخشى عليه أن يقع فيه، ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الواجب على المسلم أن يعرف الخير حتى يأتي به، ويعرف الشر حتى يتجنبه. والله بيّن لنا الخير وبيّن لنا الشر،
بما بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام، وما توفاه الله حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك أمته على الكتاب والسنة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، وفي رواية: كتاب الله وسنتي. ولا شك أن سنة الرسول داخلة في كتاب الله عز وجل، لأنها من كتاب الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل ومن وحي الله عز وجل. فلا بد للمسلم أن يحقق هذين الشرطين في العبادة، أن يحقق الإخلاص وأن يحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فأنت حينما تقول لا إله إلا الله، أو حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإنك تعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، تعلن ذلك. وإذا أعلنته وجب عليك أن تلتزم به بأن لا تعبد غير الله عز وجل. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، الإخلاص، إخلاص العبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، الله لا يقبل إلا الدين الخالص، لا يكون لله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أما الدين غير الخالص فإنه لا يكون لله، وإنما يكون للشياطين، شياطين الإنس والجن، ويذهب هباء منثورا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يبنى على الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة فمعناها أن تعبد الله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة خالية من البدع وخالية من الخرافات، تكون عبادة على وفق السنة. وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله. معناها إذا اعترفت برسالته وأقررت أنه رسول الله، وجب عليك أن تتبعه، أن تتبعه في عبادتك، في أخلاقك، في معاملاتك، في جميع أمورك. المطلوب منك فيها المتابعة، أن تكون على وفق سنة رسول الله، وإلا كانت أعمالا حابطة مردودة عليك، كما عرفنا في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد إذن في العبادة من تحقيق هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. وهذان الشرطان كما عرفنا هما مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. وقد ورد ذكرهما في آيات كثيرة من القرآن، كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، هذا الشرط الأول وهو الإخلاص. إسلام الوجه لله معناه الإخلاص، الإخلاص في العمل والعبادة. وهو محسن، هذا هو الشرط الثاني، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المحسن. إذن لا بد من إسلام الوجه لله، ولا بد من الإحسان في العبادة. إسلام الوجه لله هو الإخلاص، والإحسان هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في كل ركعة من صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة، يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة نافلة أو فريضة، ولا تصح الصلاة بدون ذلك، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذه السورة العظيمة يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه، وألا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. فأنت تعاهد الله في كل ركعة من صلاتك ألا تعبد إلا إياه، وألا تستعين إلا به سبحانه وتعالى. فيجب عليك الوفاء، يجب عليك الوفاء بهذا العهد، بأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن يتعلق قلبك بالله، فلا تستعين إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، فاعبده وتوكل عليه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تخاف إلا هو سبحانه وتعالى. خوف العبادة، ولا ترغب ولا ترهب إلا إليه سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ترغب إليه سبحانه وتعالى، وتطلب منه الحاجات، حاجاتك في الدنيا والآخرة، لأنه هو قاضي الحاجات جل وعلا، هو الذي عنده ما تريد وما تطلب من الخير، هو الذي يدفع عنك الشر، هو الذي يسعدك في الدنيا والآخرة، هو الذي بيده الأمر، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فلماذا تلتفت إلى غير الله؟ لماذا تلتفت إلى غير الله؟ نعم، لا مانع أنك تأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسباباً، تطلب الرزق، تتعلم، تطلب العلم، تطلب المال، هذه أسباب، لكن لا تعتمد عليها، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، وخذ هذه الأسباب لأن الله أمرك أن تأخذ بها. لكن مع الأخذ بالأسباب لا بد أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما تتوكل على الأسباب؟ الأسباب إنما هي أسباب كما سميت، أما النتائج وأما المطالب وأما تحقيق الحاجات فإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو واجب المسلم في هذه الحياة. إذن فالعبادة هي الأساس لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي أبى أن يعبد الله هذا هو المستكبر كما عرفنا. الإنسان الذي يعبد الله ويعبد غيره معه هذا هو المشرك. الإنسان الذي يعبد الله مخلصا له لا يشرك به لكنه على غير صواب وعلى غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع، وعمله مردود عليه، مردود عليه، لا يقبل. إنما يقبل العمل الخالص لوجه الله الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالحسن
العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل، ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما يقبل ما كان خالصا صوابا. يعني ما توفر فيه هذان الشرطان. وقال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، مثل آية الملك. العبرة بحسن العمل لا بكثرته، فربما يكون العمل كثيرا كثيرا لكنه لا يقبل ولا ينفع، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفار والمشركون ربما أو كثير منهم يقدمون بأعمال كثيرة للدار الآخرة لكنها على غير أساس وعلى غير هدى، فلا تنفعهم يوم القيامة، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، دل على أن لهم أعمال، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن العبادة الصحيحة هي ما توفر فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العبادة إذا داخلها شرك فإنها لا تصح، مثل الإنسان الذي يصلي على غير طهارة. الإنسان لو صلى الليل والنهار ولم يتوضأ وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. كذلك المشرك لو عبد الله ليلا ونهارا لكنه لم يخلص العبادة لله فإنه لا تصح عبادته. فالشرك في العبادة مثل الحدث في الصلاة، سواء مثل الحدث في الصلاة، كما لا تصح صلاة المحدث كذلك لا تصح عبادة المشرك. والشرك نجاسة كما قال تعالى إنما المشركون نجس. فالشرك نجاسة معنوية وطهارتها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الطهارة من الشرك تكون بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، والطهارة من الحدث تكون بالماء أو بما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التيمم. أما بدون طهارة فلا تصح صلاة، وأما بدون إخلاص فلا تصح عبادة. وإذا عرفنا مقام العبادة ومكانة العبادة في الإسلام وعرفنا شروط العبادة الصحيحة وعرفنا مبطلات العبادة، وهذا أمر هام جدا لكل مسلم، بقي أن نعرف
ما هي أنواع العبادة؟ العبادة يتصور بعض الناس أنها محدودة بأنواع مخصصة، محدودة بالصلاة، الصيام، أركان الإسلام الخمسة. نعم، هذه عبادات عظيمة، لكن العبادة أوسع من ذلك. العبادة التي أمر الله بها أوسع من ذلك، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير عبادة، التفكر في مخلوقات الله عز وجل وفي عظمة الله وفي آيات الله عبادة قلبية، الخوف والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، هذه كلها عبادات قلبية، لأن العبادة تكون على القلب وتكون على اللسان وتكون على الجوارح. تكون العبادة أيضا بدنية، وتكون العبادة مالية. تكون العبادة بدنية مثل الصلاة والصيام وذكر الله عز وجل، هذه عبادة بدنية. تكون العبادة مالية مثل الزكاة والصدقات. تكون مجموع الأمرين، عبادة مالية وبدنية، مثل الحج. الحج يشتمل على العبادة المالية والعبادة القولية البدنية. الجهاد في سبيل الله يكون ماليا ويكون بدنيا. إذن العبادة اسم جامع كما يقول الشيخ رحمه الله لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة كالصلاة والحج والجهاد والصدقات، هذه عبادات ظاهرة. والباطنة يعني في القلوب، كخشية الله والخوف من الله والرغبة إلى الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تكون العبادة في القلوب، وتكون العبادة على الألسن، وتكون العبادة على الأبدان والجوارح، تكون العبادة في الأموال، تكون العبادة في كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم دائما في عبادة، المسلم دائما في عبادة، في عبادة وهو على فراشه. إذا ذكر الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يكون في عبادة وفي سيارته يمشي يذكر الله عز وجل، تفكر في آيات الله، يخشى الله. يكون في عبادة وفي متجره يبيع ويشتري ويذكر الله عز وجل وينصح للمسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يكون في عبادة وفي الشارع، يكون في عبادة في أي مكان. ليست العبادة مقصورة على ما دام الإنسان في المسجد، وإذا خرج من باب المسجد ترك العبادة، لا، هو في عبادة داخل المسجد وفي خارج المسجد وفي بيته وفي سيارته وفي طائرته وفي أي مكان. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انتشروا في الأرض لطلب الرزق، ولكن لا تتركوا العبادة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
تذكر الله وأنت تبيع وتشتري، تذكر الله وأنت تمشي في الطريق، تذكر الله وأنت راكب، تذكر الله في كل أحوالك بالقلب واللسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا هو المسلم، دائما في عبادة. وحتى العادات إذا نوى بها الإنسان التقوي على الطاعة تكون عبادات. العادات، الأكل، أنت تأكل الطعام، إذا أكلت الطعام وأنت تنوي بذلك التقوي على عبادة الله، الإنسان حينما يأكل وجبة السحور لأجل الصيام، سحوره عبادة، سحوره عبادة، لأنه ينوي بهذا الأكل التقوي على الصيام في النهار. النوم، إذا نام الإنسان أول الليل من أجل أن يقوم آخر الليل للتهجد والوتر وصلاة الفجر، نومه يكون عبادة. إذا نام الصائم يقصد بنومه أن يتقوى على الصيام، فنومه عبادة. إذا اتصل الإنسان بزوجته يريد إعفاف نفسه ويريد إعفاف أهله ويريد الاقتصار على ما أحل الله، فإن ذلك عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم له صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فالإنسان إذا نوى بالعادات التقوي على طاعة الله صارت عبادات، يؤجر عليها ويثاب عليها. طلب الرزق، طلب الرزق، البيع والشراء والحرث والزراعة والاتجار والوظيفة، إذا نوى بها أن يتقوى بها على طاعة الله وأن ينفع المسلمين وأن يقوم بخدمة المسلمين ويقضي حاجات المسلمين بعمله، هذا يكون عبادة، يؤجر عليها. فالمسلم إذا استحضر النية يكون في عبادة دائمة في كل أحواله. صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان إلى اليتامى والمساكين، رحمة الضعفاء، كل هذا من أنواع العبادة. فالعبادة في الإسلام ليست محدودة، بل هي عامة في كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن دائما في عبادة لله سبحانه وتعالى، ليست العبادة مقصورة على أفعال معينة، وليست العبادة مقصورة في أمكنة معينة كالمساجد. نعم، المساجد من أفضل مواطن العبادة، وهي بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، والجلوس فيها عبادة، وانتظار الصلاة فيها عبادة، لكن ليست العبادة قاصرة على المساجد، بل العبادة شاملة لكل حياة المسلم أينما كان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كل هذا من أنواع العبادة. اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان تستشعر تقوى الله عز وجل، في أي مكان، أنت مع الناس أو أنت وحدك في ظلمة لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، اتق الله دائما وأبدا حيثما كنت. وإذا صدرت منك سيئة، ولا بد أن الإنسان تصدر منه بعض الأخطاء أو كثير من الأخطاء، فهناك العلاج، والحمد لله، أتبع السيئة الحسنة تمحو، تب إلى الله عز وجل، بادر بالتوبة،
افعل الحسنات وهذه الحسنات تمحو السيئات. إن الحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وخالط الناس بخلق حسن، الإنسان بحاجة إلى مخالطة الناس، إلى التعامل مع الناس، وفي أثناء ذلك لا بد أن يلاقي من الناس شيئا من التعب أو من المشقة أو من الأذى، فعليك أن تخالقهم بخلق حسن. ادفع بالتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق هذا من أعظم أنواع العبادة، أن تحسن خلقك مع إخوانك المسلمين، مع الضعفاء والمساكين، واحفظ جناحك للمؤمنين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أنواع العبادة، أن تأمر بالمعروف يعني بالطاعات والخيرات، هذا هو المعروف. تأمر نفسك أولاً وتأمر إخوانك وأهل بيتك ومن تتصل به، تأمرهم بالمعروف بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتنهى عن المنكر عن المعاصي والمخالفات. تنهى نفسك أولاً ثم تنهى إخوانك، وتبدأ بنفسك ثم بأهل بيتك ثم بالأقرب فالأقرب ثم بعامة المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وليس الإحسان إلى الناس والإحسان إلى المسلمين مقصورا على الإحسان المالي، بل الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هذا أعظم من الإحسان بالمال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات للتأكيد. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة، كل إنسان ناصحا لنفسه، ناصحا لإخوانه، لا يغش ولا يخدع ولا يخون ولا يكذب ولا يغتاب ولا يسعى بالنميمة ولا يفسد في الأرض، وإنما يكون أداة إصلاح، أداة إصلاح في الأرض. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، هذه هي العبادة الصحيحة. ومن أنواع العبادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله التي هي أحسن، دعوة إلى الله عن طريق التعليم والإرشاد والموعظة، الدعوة إلى الله عن طريق الكتابة التي يقرأها الناس، كتابة في الصحف، في المجلات، في الرسائل، في الكتب، لمن كان عنده المقدرة، لمن كان عنده المقدرة العلمية على الكتابة، هذا أيضا من أعظم أنواع العبادة. بذل العلم وتعليم الجاهل، تذكير الغافل، هذا من أعظم أنواع العبادة، تعليم العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعاون على البر والتقوى، هذا من أنواع العبادة، تعاون على البر والتقوى، إعانة المحتاجين، إعانة المستضعفين، بذل المعونات المالية والمعونات البدنية وسائر المعونات النافعة. النصيحة هذه من التعاون على البر والتقوى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من التعاون
على البر والتقوى، قضاء حاجات المسلمين، هذا من التعاون على البر والتقوى ومن أنواع العبادة. إذن العبادة والحمد لله شاملة لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من هذا الدين الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعب. الدين واسع وشامل ومتنوع وميسر وسهل، وليس من شرط ذلك أن تستقصي كل أوامر الدين، ولكنك تأتي بما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن تأتي بما تستطيع، لأن هذا الدين يسر والحمد لله، دين يسر، دين سماحة، تأتي منه بما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعمل اليسير مع الإخلاص يكون كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نصف تمرة إذا كان بإخلاص ونية صالحة يقي من النار بإذن الله عز وجل. نصف التمرة إذا كان بنية صالحة، والإنسان ما يجد غيره، ما يجد غير نصف التمرة، ما يجد غير نصف التمرة وبذله مخلصا لله، ينجيه من النار. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء كثير، ما وجدت إلا 3 تمرات أعطتها لهذه الفقيرة، فأعطت كل ابنة من ابنتيها 1، ورفعت 3 لتأكلها، فاستطعمت بنتها هذه التمرة منها، يعني تشوفت إلى أخذها منها، فشقتها بينهما، شقتها بينهما ولم تأكل شيئا. فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا العمل، لأنها كانت فقيهة النساء رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها حريصة على فعل الخير وعلى التفقه في دين الله، جعلت هذا من بالها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وذكرت ما صنعت هذه المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنقذها من النار، أو قد أوجب الله لها الجنة بهذه التمرة. هذه التمرة التي شقتها بين البنتين أوجب الله لها بها الجنة. فقد المسلم يحصل على الجنة بعمل سهل يسير، لماذا؟ إذا كان خالصا لوجه الله، إذا كان هذا العمل خالصا لوجه الله، وكان هو لا يستطيع غير ذلك، هذا ميسوره وهذا مجهوده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فما بالك بالإنسان الذي يبذل الخير الكثير ويبذل الأموال الكثيرة ويبذل الإحسان الكثير؟ هذا خير وأحسن. ولهذا جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، لأن الصحابة كان همهم الآخرة والتنافس في الآخرة، ليس همهم الدنيا والأرصدة، همهم الآخرة، يعملون للجنة. جاء الفقراء يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشكون الفقر ولكنهم يشكون العمل. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعنون التجار أصحاب الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: لأنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ويفعلون كذا وكذا من أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من عمل مثل ما عملتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال:
تحمدون الله وتكبرونه وتسبحونه دبر كل صلاة 33، وتقولون تمام المئة لا إله إلا الله لا شريك له، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 كلمات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 كلمات، تكررها 33، كم يكون المجموع؟ 99 كلمة. تختمها تمام المئة لا إله إلا الله لا شريك له. ففرحوا بذلك ورجعوا مستبشرين ووجدوا الفرج، لكن لما سمع أثرياء الصحابة بذلك صاروا يعملون مثل عملهم. فجاء الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا ما نقول فقالوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإنسان إذا تزود من الخير وأنفق الأموال وأتى بالأذكار الشرعية وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأكثر من الأعمال الصالحة فهذا زيادة خير، لكن المعدم والفقير أيضا يلحق، إذا قدم شيئا ولو يسيرا خالصا لوجه الله لحق ونجا به من النار ودخل به الجنة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فالدين يسر والحمد لله، وعلى الإنسان أن يأتي من هذا الدين بما يستطيع وما يسهل عليه بعد أداء الواجبات التي لا بد منها، أداء الواجبات لا بد منها، والواجبات ليست ثقيلة والحمد لله. 5 صلوات كتبهن الله لليوم والليلة في أوقات مناسبة، لا تأخذ من الإنسان كثير وقت، ولا تعطله عن عمل، ولا تحرمه من راحة، ولكن ميزانها عند الله ثقيل وثوابها عند الله كبير. وكذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، قال صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الخير كثير والحمد لله، لكن يحتاج إلى معرفة وإلى تفطن وإلى عمل وإلى إخلاص، ولا يهلك إلا من ضيع نفسه وترك العمل ولم يلتفت إليه، هذا هو الضائع. الحاصل أيها الإخوة أن العبادة والحمد لله ميسرة، والعبادة شاملة، وكل يأتي منها بما يسر الله له، بعد أداء الواجبات التي لا بد منها يأتي بما يستطيع من النوافل والسنن والطاعات، ويلحق بإذن الله بركب الصالحين ويكون من المتقين بإذن الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا الهالكون. ولكن يجب مع هذا أن نتفطن، أننا في هذا الوقت في وقت فتن، في وقت فتن كثيرة ومغريات وشرور، إذا لم يحذر الإنسان منها فإنها تعوقه عن الطاعة أو تفسد عليه العبادة، إذا فعل عبادة ربما تفسد عليه عبادته. فالواجب علينا أن نخاف من هذه الفتن وأن نحذر منها وأن نلزم طريق الصواب والمنهج الصحيح، ونكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أمته وأخبر أن من تمسك به نجا، قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه خبر ما قبل، نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم إلى آخر الأوصاف التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل، وأخبر أن التمسك به هو النجاة من الفتن، تمسك بكتاب الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك في خطبه، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالحاصل أن المسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن ومعرض للأخطار، ولكنه إذا اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا وعده بالنجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. مهما كثرت الفتن والشرور فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا لمن يريد النجاة. طريق النجاة موجود والحمد لله، ما علينا إلا أن نرجع إليه ونتمسك به ونتعلم ما فيه ونعمل بما فيه، هذا هو طريق النجاة. مهما كثرت الفتن والشرور فإن أمامنا الطريق الواضح، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترك المجال إذا كان هناك شيء من الأسئلة. يقول السائل، ما حكم من ترك عملا مشروعا من أجل الناس حتى لا يقال له مرائي؟ هذا لا يجوز أن الإنسان يترك العمل من أجل الناس حتى لا يقول مرائي، هذا من الشيطان. عليه أن يعمل العمل الصالح ويخلص لله عز وجل، ولا يؤثر عليه الشيطان أو يقول يخشى عليك من الرياء، يخشى عليك من كذا. عليه أن يعمل العمل ويستعين بالله عز وجل، لأن هذا تخذيل من الشيطان. قول إنك إذا عملت كذا أنه يخشى عليك من الرياء، هذا تخذيل من الشيطان. فعلى المسلم أن يقدم على العمل ويعزم على العمل ويعمل ويخلص لله عز وجل، ولا عليه من أحد. نعم. يقول السائل، إحدى الممثلات التي تمثل أدوارا خبيثة سئلت عن عملها هذا الخبيث في الأفلام فقالت العمل عبادة، فهل كلامها صحيح؟ وكذا بعض الناس يتاجرون في الحرام كبيع أشرطة الفيديو أو الغناء أو فتح مقهى ويقول العمل عبادة، فكيف يرد عليه؟ نعم، العمل بالطاعة عبادة، أما العمل بالمعصية فهو عبادة للشيطان. العمل بالطاعة عبادة للرحمن سبحانه، وأما العمل بالمعاصي فهو عبادة للشيطان. الإنسان لا بد أن يعبد، إما أن يعبد الله وإما أن يعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن أبى أن يعبد الله فإنه يكون عبدا للشيطان ولا بد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان. فالممثلة التي تعمل التمثيل المحرم وكل من يعمل بالمعاصي فإنه ما دام على ذلك فإنه يعبد الشيطان. نعم. يقول السائل، متى يكون النهي للتحريم، متى يكون للكراهة، وهل الصلاة بين السواري نهي تحريم أو نهي كراهة؟
الأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يكون للكراهة إلا إذا دل دليل على ذلك، لا بد من دليل يدل على أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، وإلا إذا لم يكن هناك دليل فالأصل في النهي أنه للتحريم. هذه القاعدة الأصولية التي ذكرها العلماء رحمهم الله. والصلاة بين السواري قال العلماء إنها مكروهة لأنها تقطع الصفوف، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، يعني كان المسجد ضيقا ودعت الضرورة إلى الصف بين السواري فلا مانع من ذلك. إنما يكره الصف بين السواري إذا كان المسجد واسعا وليس هناك ضرورة، لأنها تقطع الصفوف، والمطلوب اتصال الصفوف وأن لا يكون في الصفوف فرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراصة الصفوف وأن لا يترك فيها فرجات للشيطان، والسواري تقطع الصفوف تخل بها، فما دام أن الأمر ليس فيه حاجة فإنه يكره. أما إذا كان المسجد ضيقا فلا حرج في الصف بين السواري. نعم. يقول السائل: هل صلة الرحم من العبادة؟ وإن كانت من العبادة فمن هم الأرحام وكيف نصلهم؟ لا شك أن صلة الرحم من العبادة، كل ما أمر الله به فهو عبادة، وصلة الأرحام مما أمر الله تعالى بها، وأكد ذلك في آيات كثيرة، ولعن الذي يقطع رحمه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صلة قطيعة الرحم هذه من كبائر الذنوب، وصلة الرحم هذه من فضائل الأعمال، بل هي من الواجبات وهي عبادة، لأنها تدخل في القاعدة: كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة. نعم. والأرحام المراد بهم من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام وبني الأخوال والإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات، كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأم كالأعمام والعمات والإخوة والأخوات والأجداد، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد آباء الأمهات إلى آخره، فإنهم من ذوي أرحامك. نعم. ما حد الشرك الأصغر؟ وهل التعاليق التي ليس فيها شرك من الشرك الأصغر؟ وهل يكون المشرك شركا أصغر تحت المشيئة يوم القيامة كصاحب الكبيرة أم يختلف؟ الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، ما ورد في النصوص تسميته شركا، الشرك الأصغر هو ما ورد في النصوص تسميته شركا لكنه لا يخرج من الملة، هذا يسمى بالشرك الأصغر، مثل قول لولا الله وفلان، ومثل الحلف بغير الله عز وجل، والحلف بالأمانة مثلا، هذا كله من الشرك الأصغر، ومثل يسير الرياء، يسير الرياء هذا من الشرك الأصغر إلى آخره. فالشرك الأصغر خطير جدا، ليس معنى تسميته أصغر أنه سهل، بل هو خطير، يكفي أنه شرك، أنه شرك، والشرك خطير حتى ولو كان صغيرا. والواجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر والأصغر. وخطر الشرك الأصغر على المسلم شديد، المسلم لا يشرك بالله الشرك الأكبر، المؤمن لا يشرك الشرك الأكبر، لكنه قد يشرك الشرك الأصغر وهو مؤمن، ويكون هذا الشرك يؤثر على أعماله وهو لا يدري، وربما يبطل عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء.
الرياء، وقال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. يريد بذلك الرياء والسمعة وما أشبه ذلك، لأن هذه أمور تصدر من المؤمن وهو لا يدري أو يدري ويتساهل فيها، وهي خطيرة جدا، كالمرض الذي إذا تساهل فيه الإنسان فتك به وربما يقضي على حياته. فلا يتساهل بالشرك الأصغر ويقال هذا أصغر، لا، هو خطير جدا. أما كونه تحت المشيئة في الآخرة أو يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم، يعني التوقف في هذا، إنما أمره خطير جدا. عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يقتضي أن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية. لكن إذا نظرنا إلى أنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، فإنه يكون أخف من الأكبر، أخف من الأكبر، لكن فيه خطورته كما ذكرنا. نعم. يقول السائل: حديث لا تصوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت إلا بما إلا ما افترض عليكم، ما صحة هذا الحديث؟ فما قولكم في من يقول بأنه لا يجوز صيام السبت وإن كان من أيام من الأيام البيض، وحتى لو وافق يوم عرفة إلى آخر مغلب؟ الذي أعرفه أن النهي عن صيام يوم السبت لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يكره إفراد السبت، يكره إفراد السبت بالصيام، إفراده يعني أن يصام وحده بالصيام. أما إذا صام يوم السبت تبعا لغيره مثل أيام البيض صار واحد منها يوم السبت، ما يخالف، لا بأس بذلك. أو وافق يوم عرفة صامه من أجل يوم عرفة، لا بأس بذلك. إنما إذا أفرده لأنه يوم السبت فقط، هذا هو المكروه عند أهل العلم، لأن فيه تشبها باليهود، لأن السبت هو يوم اليهود الذي تعظمه اليهود، ففي صيامه تشبه بهم. وفيه الحديث إذا ثبت يكون النهي أيضا عنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يكره صوم يوم السبت كراهية تنزيه، لا كراهية تحريم، كراهية تنزيه، يكره صيامه منفردا. أما إذا صيم تبعا لغيره، كان يكون صادف أيام البيض أو صادف يوم عرفة، أو الإنسان يصوم صيام ودخل فيها السبت، فلا بأس بذلك. يقول السائل: لقد قامت شركة بتوزيع البطاقة الذهبية على المواطنين، وذلك كالتالي: أن يدفع الرجل مبلغا وقدره 250 ريالا سنويا لهذه الشركة عن نفسه، ومبلغا قدره 150 ريالا سنويا لنفس الشركة عن زوجته، ومبلغا قدره 50 ريالا سنويا لنفس الشركة عن كل ولد من أولاده، وذلك مقابل استلامه بطاقة فيها تخفيض له ولأسرته بمقدار 30% في المستوصفات والمستشفيات الأهلية والفنادق وجميع الخدمات العامة، وهذا الدفع يكون سنويا سواء استفاد الشخص من الخدمة أم لم يستفد. وأيضا في حالة وفاة الشخص تقوم الشركة بدفع مبلغ وقدره 25,000 ريال لأسرة المذكور. أفيدونا جزاكم الله خيرا عن إمكانية استخدام مثل هذه البطاقة. الذي يظهر لي أن هذا نوع من التأمين، والتأمين قد صدر فيه من هيئة كبار العلماء قرار بتحريمه بجميع أنواعه ما عدا التأمين التعاوني. التأمين التعاوني أن يكون هناك صندوق يتبرع المحسنون بالأموال ويضعونها فيه للمنكوبين الذين يحصل عليهم شيء من الغرامات المالية، يساعدون من هذا الصندوق. هذا يسمى التأمين التعاوني الذي لا يقصد منه الاستثمار،
المالي، وإنما يقصد منه الأجر والتعاون، إعانة المنكوبين. هذا هو الذي أجازه علماؤنا. أما بقية أنواع التأمينات فهي محرمة لأنها مبنية على مخاطرات وعلى غرر وعلى أكل للأموال بالباطل، فالذي يظهر لي أن هذا من التأمين المحرم لما فيه من الجهالات والغرر وأكل المال بالباطل. نعم. يقول السائل: ما حكم الجوائز التي تقدمها المحلات التجارية؟ على أي أساس؟ إذا من اشترى منهم بمقدار يعطوه جائزة أو يعطوه كرت، ثم يقومون بالسحب، فقد يحصل على جائزة كبيرة وقد تكون صغيرة. هذه مسابقات محرمة، لأن أيضا فيها شيء من استجلاب الزبائن والتغرير بهم، وربما يشترون أشياء ليسوا بحاجة إليها بل من أجل أن يحصلوا على هذه الجوائز، فهذا فيه استهلاك لأموال الناس وتغرير بالناس، وهذا لا يجوز، لأنه قد يشتري أو يأتي إلى هذا المحل ليس له رغبة في الشراء إلا من أجل أن يحصل على هذه الجائزة، وربما يشتري حاجات ليس بحاجة إليها لأجل أن يحصل على هذه الجائزة. هذا لا يجوز، لأن فيه أكل المال بالباطل، وفيه أيضا تغرير بالناس، وفيه إضرار بأصحاب المحلات الأخرى، لأن هذا يأخذ الزبائن عن المحلات التي لم تعمل هذا العمل، يكون هذا فيه إضرار بأهل السوق أيضا. تجنب هذه الأمور هذا واجب على المسلمين، وأن يكون البيع والشراء نزيها وشريفا، لا يكون فيه هذه الأشياء التي جلبت إلينا من غير بلادنا، وهي عادات سيئة وتقاليد فاسدة في الغالب. نعم. يلحق ذلك التخفيضات، ما حكم التخفيضات التي تقوم بها المحلات التجارية؟ التخفيضات هي نوع من الجوائز أيضا، لكن ربما يقول أنا مثلا أنا أخفض من الثمن، أنا لي حق التخفيض، لي أن أبيع بالثمن الكامل أو أبيع بثمن أنقص، ربما يقول هذا في ظاهر الأمر، لكن الواقع أنه ما فعل هذا إلا وقد عرف أنه يكسب، وهذا من باب الاحتيال لا من باب الحقيقة، وما يمكن يخفض ويخسر أبدا، لا بد أنه كسبان، هو يخفض في شيء ويرفع الثمن في شيء آخر، أو يخفض ويسحب من الزبائن الشيء الكثير بسبب أنهم يشترون بكثرة، إذا رأوا التخفيض يشترون السلع بكثرة حتى ينفد ما في محله ويكون كسبان من هذا الطريق. فالحاصل أن هذا أيضا فيه ما فيه، وإن كان في نظري أخف من الأول لكنه فيه ما فيه، والإنسان يبيع ويشتري بيعا نزيها ليس فيه شبهة وليس فيه مخاطرة وليس فيه إضرار بأصحاب السوق أيضا. نعم. طيب بالنسبة للمشترين ما الحكم فيه؟ يتجنبون الشيء هذا ولا يأتون إلى، لو أن أصحاب هذه المحلات وهذه التخفيضات وهذه الجوائز الناس ما انقادوا لهم ما فعلوا هذا الشيء، لو أنهم هجروهم وقاطعوهم امتنع هذا التلاعب من الأسواق. نعم. بلغ من جشع بعض التجار عندنا في جدة أن يرسلوا بعض عمالهم بهدايا مجانية كما يزعمون، يطرقون البيوت على الناس وعلى العوائل ويعطونهم ذلك، ويخاف يخاف أن يدخل بعض المفسدين من هذا الطريق فينتهكوا الحرمات. نرجو توجيه نصيحة. كلها أعمال فاسدة، وينبغي للتجار أن يقتصروا على المعاملة الشريفة النزيهة، وأن يبقوا في محلاتهم ويبيعوا ويشتروا على الطريقة التي ليس فيها التواءات وليس فيها شيء من هذه الأمور،
هذا هو الاتجاه الصحيح في البيع والشراء، ألا تدخله هذه الأمور. وإذا ترتب على ما ذكره السائل أنهم يطرقون الأبواب وقد يترتب على هذا مفاسد مع بعض البيوت، فهذه منكرات يجب منعها ويجب ردع من يعمل هذا العمل. وإذا كان هذا قد يخشى منه شيء من ترتب هذه المنكرات فهو عمل محرم بلا شك، ويجب منعه وردع من يعمل بهذا الشيء. وعلى أي أساس أنهم يطرقون الأبواب ويقدمون هدايا؟ ما خبرناهم كرماء؟ إذا كان عندهم كرم يحسنون على الفقراء والمساكين، يعينون المجاهدين في سبيل الله. هذا إذا كان عندهم كرم وعندهم بذل الأموال. أما هذا التلاعب وهذا الأعمال التافهة فهذا يجب منعه. نعم. يقول السائل: بعض الناس يعظمون هذا الشهر فيحدثون فيه صيام ويقيمون حفلات، فما الحكم في ذلك؟ لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور، فهو كغيره من الشهور، إلا أنه شهر محرم من الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، منها أربعة حرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: شهر رجب الفرد، وشهر ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد كما يقولون. وقد اختلف العلماء هل تحريم هذه الأربعة باق أو منسوخ. الصحيح أنه منسوخ، أنه نسخ، وبعد ذلك لم تكن محرمة بعد النسخ. على كل حال، ليس لشهر رجب خاصية، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خصه بصيام، ولا أنه خصه بصلاة، ولا أنه خصه باحتفال بالإسراء والمعراج، بل لم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في رجب، ما ثبت هذا، وإنما هذه تخرصات. وحتى لو ثبت أن الإسراء والمعراج في رجب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل في هذه الليلة أو في هذا الشهر، لم يعمل شيئا بمناسبة الإسراء والمعراج أبدا، ولا فعله الصحابة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي عنده رغبة في الخير عليه أن يتحرى السنن ويعمل بها، كما ذكرنا أن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب خاصية على غيره من الشهور، فإحداث عبادة فيه من صلاة أو صيام أو احتفال أو صناعة أطعمة أو غير ذلك، كل هذا من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة. نعم. يقول: انتشر في العصر الحاضر نوع من قصات الشعر بين الشباب وتفننوا فيها حتى تشبهوا بالنساء، ويقول: إن للحلاقين المنتشرين في كل مكان دور أساسي في إغواء الشباب ودفعهم لهذا العمل، فنرجو توجيه نصيحة بيان فساد هذا الأمر. قص الشعر حتى بالنسبة للفتيات لا يجوز، قص الشعر على صفة التشبه بالكافرات والفاجرات لا يجوز حتى للنساء، فكيف بالرجال؟ فهذا أمر لا يجوز ويجب اجتنابه. وشعر الرأس أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما بتركه كله وإما بحلقه كله، أخذه كله. أما أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه فهذا هو القزع، وهذا فيه تشبه بالنصارى، يعني فيه طائفة من النصارى يسمون بالشمامسة، هم الذين يعبثون بشعر رؤوسهم ويحلقون بعضه أو يقصون بعضه ويتركون بعضه. فهذا أمر لا يجوز، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال الأمر أشد. نعم. يقول السائل: هناك شركات
لا تملك سيارات ولكنها تدخل بين المشتري وبين شركات السيارات فتشتري من أجل المشتري وتقسط عليه وتزيد في السلعة. نعم، هذه مسألة كثر السؤال عنها والجواب فيها تكرر وهو واضح والحمد لله. لا يجوز للشركة ولا للفرد ولا لأي أحد أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه، إلا وهو يملكه. فقد جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام، جاء حكيم بن حزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل، يأتيه ويسأله البيع ليس عنده فيذهب ويشتريه من السوق ثم يبيعه له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يذهب ويشتريه من السوق ويعطيه له، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تبع ما ليس عندك. فدل هذا على أنه لا بد أن تكون السلع عند البائع قبل العقد، سيارات أو غير سيارات، بيع حاضر أو بيع مؤجل، لا بد أن تكون السلع عند التجار أو عند البائعين في حوزتهم وملكهم وسيطرتهم قبل أن يعقدوا عليها للمشترين والمستدينين. هذا سلم، هذا يسمى بالسلم، يقدم الثمن الآن ويقدم لك هو السلعة في تاريخ كذا وكذا مؤجل، ها، وتكون السلعة منضبطة بالصفة، تكون السلعة منضبطة بالأوصاف. السيارة مثلا منضبطة بالصفة، ماركة كذا ومن نوع كذا، موديل كذا. نعم، إذا سلم الثمن في المجلس لا بأس، لأن هذا يكون من بيع السلم، من باب السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني تعجيل القيمة وتأخير السلعة. هذا لا بأس به بشرطين: أولا أن يسلم الثمن في مجلس العقد قبل التفرق. الشرط الثاني أن تكون السلعة المؤجلة منضبطة بالصفة، معروفة بالصفة، ثابتة في الذمة، بحيث إذا حل الأجل يستطيع المستدين أنه يحضرها على الأوصاف المطلوبة. لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. نعم، لا بأس أن تكون أن مثلا يدفع أن يكون الثمن أقل من قيمتها الحقيقية، لأن هذا مسألة بيع مؤجل، ولا بد أن البيع المؤجل يكون فيه ميزة على البيع الحال، حتى ولو كان الثمن أقل لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: أصحاب القوارب صيادي الأسماك يصلون في قواربهم، فالموج يحرك القوارب وقد يتجه لغير القبلة، فما حكم صلاتهم؟ إذا كانوا لا يستطيعون الصلاة إلا في القوارب، ما يستطيعون الخروج إلى الساحل والصلاة فيه، ويعني يؤدون الصلاة في القوارب على الصفة المشروعة اتجاه إلى القبلة والركوع والسجود غير ذلك، لا بأس بذلك، يصلون في القوارب، وإذا انحرفت بهم القوارب هم يتجهون إلى القبلة. إذا انحرف السفينة أو المركب أو عن اتجاه القبلة، فالمصلي يدور إلى القبلة وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز بيع وشراء الإقامة وعقودات العمل، وهل يجوز دفع مبالغ للكفيل مقابل التجديد؟ هذه أمور نظامية يرجع فيها إلى نظام الدولة، نظام الحكومة. إذا كان نظام الحكومة لا يجيز الشيء هذا ويمنع منه، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه معصية لولي الأمر، وبعدين فيه كذب وفيه احتيال. فإذا كان نظام الدولة لا يجيز هذا الشيء فإنه لا يجوز شرعا، لأن فيه معصية لولي الأمر، وفيه أيضا كذب واحتيال، وفيه ما فيه من الغرر والجهالة وغير ذلك. نعم.
يقول السائل: المواشي المريضة، بعض الجزارين وأصحاب المطاعم يذبحون هذه المواشي ويبيعونها للناس، فما الحكم؟ لا يجوز أن يبيع أن يذبح الشاة المريضة أو الحيوان المريض ويبيعه للناس على أنه صحيح، على أنه صاحي، هذا غش. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذا غش ظاهر، إذا كان يبيعها على أنها صحيحة فهذا غش ظاهر، وإذا بين للناس وقال هذه مريضة فيها مرض كذا وكذا، فأعتقد أن البلدية أيضا ما توافق على الشيء هذا، تمنع المريض، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن فيه غشا وفيه مخالفة أيضا لنظام ولي الأمر الذي جعله من مصلحة المواطنين للحفاظ على صحتهم وعلى سلامتهم، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا غش ظاهر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهذا غش ظاهر، فيكون عليه هذا الوعيد الشديد. نعم. السائل: هل يجوز التسمي باسم عبد الموجود وعبد المنعم؟ وهل من أسماء الله الموجود والمنعم؟ موجود ليس من أسماء الله قطعا، ليس من أسماء الله قطعا، ليس من أسمائه الموجود، وإنما هذا من تعبيرات علماء المنطق وعلماء الكلام. أما الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، فالتسمية بذلك تسمية باطلة. والمنعم الإنعام من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو هو الذي ينعم على عباده ويعطيهم النعم، فعلى كونه صفة من صفات الله أنه ينعم على عباده لا بأس، أما على أنه اسم من أسماء الله فالذي يظهر لي أنه لم يثبت أن المنعم من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله توقيفية، لا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يثبت فيما أعلم، لم يثبت أن المنعم من أسماء الله. نعم. لكن كونه من صفات الله، نعم، هو المنعم سبحانه وتعالى. نعم. سائل يقول أنه أثناء مداعبته لزوجته ربع من ثديها وكان به حليبا، فما الحكم؟ هذا عبث، هو لا يترتب عليه حكم شرعي من ناحية أنه يثبت الحرمة، لا، لأن الرضاع إنما يثبت الحرمة في حدود شرعية، أن يكون في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين، وأن يكون خمس رضاعات فأكثر. أما هذا الرضاع، رضاع الكبير، هذا لا يثبت الحرمة، رضاع الكبير لا يثبت الحرمة عند جماهير أهل العلم، لا يثبت الحرمة. وقضية سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة بنت سهيل هذه قضية خاصة لا عموم لها، لا عموم لها، وإنما هي قضية خاصة، قضية عين لا عموم لها. فجماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يثبت الحرمة، ولكن هذا من باب العبث، يتركه لأنه عبث. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، هل هذا يشمل أمور الدنيا والدين أم هو خاص بالدين فقط؟ يشمل، تشبه بالكفار لا يجوز في أمور الدين، هذا أشد، تشبه بهم في أمور الدين هذا أشد، كذلك التشبه بهم في أمور العادات والتقاليد، المشي، اللباس، الأكل، الشرب، تشبه بهم في أمورهم الخاصة بهم هذا لا يجوز. يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو الدم الذي ينزل في أوقات معلومة وليس هو نتيجة مرض، وإنما هو نتيجة طبيعة وجبلة جعلها الله في المرأة، هذا هو الحيض. وأما الاستحاضة فهو دم نتيجة المرض نزيف، والحيض يكون من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فتكون من عرق في أدنى الرحم وهي نزيف. والحيض يكون له صفات، يكون له رائحة منتنة، أو يكون ثخين غليظ، أو يكون أسود لونه أسود، هذه صفات الحيض. أما الاستحاضة فدمها يكون دم أحمر، يكون دم أحمر، ويكون أيضا دم خفيف ليس ثخينا ولا غليظا. والفارق الواضح بينهما أن دم الاستحاضة ليس له وقت محدد، يظهر في أي وقت، ينساب وينزف في أي وقت، بخلاف الحيض فإنه إنما يظهر في أوقات معينة، في أوقات معينة تعرفها النساء، ثم ينقطع أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا الحيض. أما الاستحاضة ليس لها حد، من النساء من تكون معها الاستحاضة دائما، ومنهن من يكون غالب وقتها استحاضة. والحيض يمنع من الصلاة، ويمنع من الصيام، ويمنع من الوطئ، له أحكام. أما الاستحاضة فإنها لا تمنع من الصلاة، بل تجب الصلاة على المستحاضة، لا تترك الصيام ولا تترك الاستحاضة، والوطئ يكره ولا يحرم فيها. فهناك فوارق كثيرة حقيقة وحكما، هناك فارق حكما وفارق حقيقة بين الحيض والاستحاضة، محل تفصيل ذلك في كتب الفقه. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الأسواق والطرقات والأماكن العامة والسيارات؟ نرجو إيضاح ذلك بالتفصيل. هذا ما يحتاج إلى إيضاح، هذا واضح، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا محارم لها في أي مكان، سواء حتى في المسجد ما تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا محارم لها، ولا في البيت ما تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، ولا في السوق، ولا في السيارة، ولا في الشارع، ولا في الدكان، ولا في أي مكان، ما دام فيه رجل غير محرم لها في أي مكان فإنها تغطي وجهها، وكشفه حينئذ حرام، كشفه حرام، لأن ستر الوجه هذا هو الحجاب، أو هو من أعظم أنواع الحجاب الذي أمر الله تعالى به. حجاب المرأة أن تستر جميع جسمها بما في ذلك وجهها، وهو أشد الزينة التي تفتن الرجال، فيجب عليها ستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها في أي مكان.